في ولايات الجنوب الشرقية التونسية تعددت المناطق واختلفت، ولكن تشابهت الفصول لما تواترت انقطاعات الماء الصالح للشرب لفترات طويلة، مخلفة إشكالات عديدة لمواطني هذه المناطق لضعف الموارد التقليدية التي باتت عاجزة عن الاستجابة لطلباتهم. والله معاناة كبرى جدا، معناها بصراحة مللنا الانقطاعات اليومية، معناها راهو تصور فما مناطق يبقى ب3 شهور ما يوصلهمش الماء الصالح للشرب. ان شاء الله ان شاء الله احنا تحليل المياه نتاع الزراعه دول واحد مضى بينا، احنا تصير العمليه هذه تخون المياه وتخون العديد الاشياء، معناتها نقص كبير برشا. نقولوا بالله 5 ايام من غير ميه، وبعدين يرجع نص نهار ويجي يقص مره واحده اخرى. وامام ضعف مخزون الموارد المائيه التقليديه، وبعد انجاز محطه لتحليه مياه البحر بجزيره جربه، مشروع نوعي اخر مماثل باعتمادات تفوق 330 مليون دينار، يتمثل في انجاز محطه لتحليه مياه البحر بمدينه الزرات من ولايه جابس، بلغت اشغال تقدمه 80%. تعمل وزاره الفلاحه والموارد المائيه على التسريع في إنجازه واستكماله في أقرب الأوقات. بالفعل هو مشي يحل مشكل الماء صالح للشرب بالنسبة ل3 ولايات اللي هما جابس ومدنين وتطاوين. الطاقة متاعه في مرحلة أولى هو 50,000 متر كوب، وفي مرحلة ثانية في من يوصل ل100,000 متر كوب، معناتها مشي تقريبا 1 مليون منتفع بالنسبة للمشروع هذا. الماء يوصل للمواطن في جوان، في الصيف القادمة في جوان 2023. تقريب المؤسسات التونسية في المشروع هذا موجودة في كافة عناصر المشروع، وهذا كان حرص منذ البداية على أساس أنه تشغيل المؤسسات التونسية، لأنه من ناحية الخبرة احنا عندنا خبرة كبيرة، الشركة عندها خبرة كبيرة، المهندسين نتاعها. احنا أول محطة كانت عام 1983 لتحليه المياه، لكن اليوم ربما القدره الماليه نتاع المؤسسه التونسيه هي اللي لازمها تدعم اكثر باش نجموا نعتمدوا كليا على المؤسسه التونسيه، وهذا راهو الهدف نتاعنا فيما يخص تحليه المياه والمشاريع الكبرى اللي فيها تعقيدات كبيره. محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الزرات بولاية جابس بتقنيات متطورة في هذا المجال، من المنتظر أن تغطي أكثر من 1,100,000 ساكن في حدود 2035 بولايات الجنوب الشرقي التونسية، من المنتظر أن تخلق نقلة نوعية في الاستجابة لحاجيات السكان من المياه.